وش صار؟ أقول لك شيء يا طويل العمر. اي وش؟ جتني رسالة على الجوال. وش الرسالة اللي جاتك؟ كنت بقول لك بس السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا والله مرحبا. حياك الله أبو طلال، كيف الحال؟ بخير، يا هلا والله مرحبا فيك. أبو طلال أنا جايك في خدمة. وش هي الخدمة؟ أبو طلال الله يسعدك، أبي سلف. كم تبي من السلف؟ فوق 5000. أبشر بالخير. يبيها نقدي ولا كاش؟ بس يا طويل العمر ترى الأسهم طاحت. بس ما عندنا. كيف؟ ما هي متوفرة عندنا الفلوس. طيب يعطيك الف عافية. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا ابو طلال؟ خير الحمد لله. ابو طلال ابيك في خدمه. وش هي الخدمه؟ ابي منك سلف. كم تبي؟ أبي فوق 5000. أبشر بالخير. يا طويل العمر يبغاها كاش ولا نبدي؟ طويل العمر إيه؟ الأسهم طاحت. ما عندنا. ما عندكم؟ لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا ابو طلال؟ ابو طلال ابي منك خدمة. وش الخدمة؟ وش ابي منك سلف. كم تبي من السلف؟ ابي فوق 5000. فوق 5000.
أبشر بالخير. أبشر. يبيعك عشر ولا خير. بس يا طويل العمر. أنا سلطعت يا طويل. يا ربي يا الله، ولا فكرة لا تزبط. احنا قاعدين نصلح المشهد هذا لنا كم، كل شوية نجيب فكرة، كل شوية نجيب فكرة. أنا الظاهر راح أخلي نفس المشهد هذا بس يكونوا مجانين، ودي يكونوا مجانين صراحة. يلا مجانين، يدخل عبد الله الحربي على انه مجنون. يا سلام. بعدين ايش؟ يلا يا شباب، يلا مجانين. ها يعني عبد الله ادخل تعال وقول ها مجنون ابغى سلام. عادي مجانين، مجانين ايش بكم شباب؟ مجانين يا شباب عادي، سوي نفسك مجانين يا شباب. مجانين يا شباب ايش بكم يا مجانين يا شباب، مجانين شباب. يلا شباب سريع ايش بكم؟ يلا 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 يا يلا يلا برزيق، يلا يا يلا يا فارس. يلا اقول ما كانك لعبت فينا، ما كانك مجانين، فجأة زعلانين، فجأة نضحك، فجأة يبقى لا متى واحنا نقعد لك الاخراج حقك والكلام اللي تكتبه اللي ما له داعي. يا حبيبي انا مستشار الفريق، لازم تسمع كلامي. تراك فليتها ضحك زعل. لا وعب الحين تقول مجانين، انت مخرج ولا تستهبل انت؟ لازم هنا. لا 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 لحظة هنا روح، ما ينفع معك شيء، انا اللي راح انهيكم كلكم ذحين. لا لا Day.